الناس شكلهم ولا حد موجود في الفيس خلاص قد العالم كلها هاجرت لتويتر. وين الناس؟ Let's see if I could share this to groups. نستنى لما يدخلوا الناس. أنا مش عارفة مال الناس هذا الأيام، ولا حد موجود أبدا. أصحاب أمريكا كلهم ما عاد مشي في قدم في تويتر. نزيد نستنى شوية ولا ألغي البث المباشر؟ بس برغم أنه بصبر شوية. مرحبا عمار، هلا هلا عزيزي. أنا ما عاد أطولش عليكم، بس قلنا أهلا أهلا محمد. قلت يعني هذا الأيام أغلبية الناس أغلبيتهم ما همشي في تويتر، أجي أدورهم في الفيسبوك يعني، وكلهم في قد نقلوا لا تويتر، ما عاد مش متواجدين. بس قلت أعمل معكم كلمتين لأن في حاجات كثيرة بتحصل في أمريكا. السترة، والله المستعان، توني آلن. الله يعينكم يا دواعش. الله، شو رأيك أنت تتنقب؟ أهلا أهلا، هلا وغلا. دقيقتين وأبدأ أدردش معاكم. هلا عزيزي، هلا. اللي كاتب السترة، والله المستعان. أنا أشتي أفهم، أنت شايفني يعني بدون هدوم ولا إيش؟ أنت فين عايش، في الكهف ولا فين بالضبط؟ أنا عايز أعرف فقط. إذا أنت في كهف ولا عمرك خرجت وشفت العالم، ماذا نقدر نعذرك يعني؟ بس أنا خايف أن أنت في الغرب. الله، أهلا أهلا بالحبايب. هيا هذا خلي أحمد. ياو، دواعش وقليلين أدب. وين الحجاب يا توني؟ ايش رايك تحجب انت؟ كيف اعمل هذا للحمير؟ من وراء السهل. اهلا اهلا، هلا وغلا بالحبايب. I can't see. فنصيحة، اوكي خلاص فهمنا. تحضرك، خلنا نركز. اهلا اهلا معاذ، شوفوا الانسان الواعي المحترم العاقل. فعلا التطرف والدعشنة شيء عجيبة. هلا جميل، هاو ار يو؟ اوكي، انا قلت ادخل ادردش معاكم شوية لان الاخبار هذا اليومين من المجلس الاعلى، لا المجلس، من المحكمة العليا الامريكية اصدرت قرارات فعلا شيء تخوف، يخوف فعلا. خلاص انا ما عاد ارجع على التعليقات، ببدا اهدر معاكم. فالمحكمة العليا بدأت بهذا، انتم عارفين منذ قبل سنتين، والجمهوريين الان مسيطرين على المحكمة العليا. What does this mean؟ ايش يعني انه مسيطر على المحكمة العليا؟ يعني بخلال اسبوع فقط خرجين قرارات، الذي الصراحة ما فيش قرارات زيها في أي مكان في العالم. اليوم بالذات القرار أنهم يلغوا الحق المرأة أني إذا معاها مشكلة وهي حامل، ولا واحد اغتصبها وحملت، ولا يعني بحالات كارثية، ألغوا حق المرأة أني تخرج البيبي. مش عارفة كيف أقولها بالعربي. وهذا اوكي، احنا عندنا في البلدان الاسلاميه والعربيه مع يعطوها لما قدي 3 months pregnant، يعني اذا قدي حامل بس لها يمكن 3 اشهر وعادي ما عدت هذه المرحله، يحق لها اني طبعا يا اما حياه الام او الطفل، صح، او الجنين. بالعكس، الولايات اللي هي تحت سيطره الجمهوريين الان حتمنع المراه حتى وحياتها في الخطر. تخيلوا، ما فيش دوله في العالم قانونها، انتبهوا يا يمنيين، انتم عايشين الان في هذه الولايات، انتم عايشين في تنسي، في ميسيسيبي، كل هذه الولايات اللي تحت سيطره الجمهوريين،
انه اذا زوجتك حامل وفي خطورة على حياتها ورحتوا لطبيب ويعني الان قدوا ضد القانون، اذا زوجتك ولا يعني اختك ولا واحدة من اسرتك حامل ومعاها خطورة لحياتها في هذا الولايات الداعشية الآن تحت سيطرة الجمهوريين، عشان تفهموا وتعرفوا ليش هو مهم جدا ان انتم تخرجوا وتصوتوا، ان حيتهموها بقتل الجنين. تخيلوا، لا حتى الطالبان يعطوها 3 أشهر، هذا من يقولوا من نفس الليلة تحبل، اذا تروح اليوم الثاني تخرج ولا تسقط سقط حتى بدون ما تعرف انه كذا خرج من عند الله، بتتحاكم بأني ارتكبت جريمة. وإذا زوجها ساعدها بإخراج الجنين هذا علشان يحفظوا حياتها وفي خطورة على حياتها، أنت كمان حتتحاكم. فهمتوا ليش هو مهم جدا تروحوا تنتخبوا وتروحوا تصوتوا؟ مقر أنتم عايشين، أنتم مش في ولاية هي ولاية نيويورك كاليفورنيا، الولايات اللي تحت سيطرة الديمقراطيين ما عتتأثرش. أوكي، الولايات اللي فعلا هتتأثر هي الولايات الجمهورية، حيث هم مش حيمنعوا بس الابورشن كذا، منع انه بعد 3 أشهر ما يصلحش، كان مع هذا كلام، بس حيمنعوا ان انت اذا حياتك وحياة زوجتك في خطر حيمنعوها من تخرج الجنين، يعني تموت الام وحتى لو يموت الطفل. تخيلوا التخلف والرجعية بهذا القانون اللي صدر. يا عمرو ايش افضل قرار؟ والله انت شكلك حمار، سامحني. انت بتسمعني؟ بتفهم ايش بقول لك؟ حتى في اليمن ما عندناش هذا القانون المتخلف، حتى في اغلبية البلدان كلهن، حتى الطالبان اظن يعطيها ل3 أشهر. تخيلوا. فانا حبيت بس ادخل اقول لكم هذا واحد من القوانين. القانون الثاني حول المسدسات، يعني لو واحد مريض نفسي ويشتي يروح يشتري مسدس، تخيلوا هذا الجمهوريين حزب التخلف، هم حزب التخلف، يشتي يروح يشتري AK-47، مش مسدس اي عادي، مشين جان اللي يقتل 100 واحد بدقيقة. ألغوا القانون اللي يخلي الولاية نفسها اني تبحث في ماضي هذا الانسان، يكون مجرم، يكون معها مرض نفسي. تخيلوا، ألغى القانون هذا بعد ما ماتوا 20 طفل في مدرسة، قتلوا 20 طفل، واحد مجنون مريض نفسي دخل قتل الأطفال. هذا الحزب الجمهوري يا يمنيين، فاهمين؟ هذا الحزب الجمهوري، وانتم عايشين، انتم عايشين في هذه الولايات الآن. الانتخابات النصفية بسبتمبر، إذا ما عاد تخرجوا انتم من ضمن، انتم عايشين في هذا البلد خلاص، هذا القوانين حتأثر فيكم. طفلك اللي بيروح المدرسة يقدر يدخل واحد يذبحه، والجمهوريين يقولوا لا، هو من حقه انه يشتري مسدس حتى لو هو مريض نفسي. طفل اطفالكم ما هم شيء امنين في المدارس، ونسائكم مش امنات في حياتهن. تتخيل زوجتك مسكينة حامل وسقطت غصبا عنها بالغلط، يتهموها باني ارتكبت جريمة ضد جنين. زوجتك مهددة حياتها بسبب هذا الحمل، لو تخرجوا هذا الطفل عشان تحفظ حياة زوجتك أم أولادك، حيتهموك أنت وياها بالقتل. هذا الحزب الجمهوري الأمريكي، أنتم ضمن، أنتم من هذا البلد، أنتم عايشين في هذا البلد، لا تكونوا شغبياء، أخرجوا وصوتوا لمصلحتكم مش ضد مصلحتكم. أنا بزيد أتكلم طبعا، أنا الخبر هذا صدم الناس كلهم، يعني أغلبية الإحصاءات كلها توري أن الأغلبية الأمريكان أكثر من 90%، أكثر من 80% بدون مبالغة، it's 79 to 69 to 79، أغلبية الأمريكان ضد ضد هذا القوانين وضد الحزب الجمهوري بهذا القوانين. المصيبة اللي معانا محكمة عليا من عصر الحجر، عاد ما قدرنا نغيرها، فالآن يرجع التشريعات في هذا القوانين للولايات، وأنتم تعرفوا الولايات تحت سيطرة الجمهوريين كأنهم دواعش، عادوا داعش يمكن أفضل منهم. فباقي لنا 4 أشهر، لنوفمبر انتخابات مهمة، وأنا إن شاء الله بنتكلم أكثر في هذا الموضوع. وتحياتي، الله معكم، باي.